بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. احنا مكملين في سوره الملك. فضلت الشيخ محمد ابو بكر منورنا، والحقيقه احنا وصلنا للايه الكريمه: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. انا عايزه اتكلم على فكره اللي كفروا بربهم. مين هم اللي كفروا بربهم؟ والكفر بربنا ده ازاي؟ وليه ناس ممكن تتهم مسلمين ان هم كفار، وليه ناس ممكن تقول ده كفر لما عمل كذا؟ نسأل فضيلة الشيخ محمد ابو بكر. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟ حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام. قولي امين. امين يا رب العالمين. استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام الاتمان الانوران الاكملان الازهران على سيدي ولد عدنان سيدنا محمد عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد. بالامس كان البعض يتساءل معي لماذا اصبحت الأستاذة دعاء فاروق لا تحفظ ولا تسمع. بحفظ فقلت أسألها. مش بسمع. الأمر الثاني بحفظ بس مش بسمع، في نهاية لأن أنا باجي على الهواء وبتلخبط. طيب. طول الوقت أسمع له في الفاصل يقول لي كويس، أبدأ الهواء ألخبط. قلت له خلاص، في نهاية بقى كل فقرة تسمي لنا دقيقتين نصحح الآيات اللي احنا قرأناها أو طفنا حولها، علشان المشاهد الكريم يعرف يحفظ معانا زي ما ماشي. كان متعود. طيب، سألت سؤال شائك أشم منه يعني كما يقولون، ولكن ليس فيك، كانوا يقولون هذه الأسئلة يشم منها رائحة الخبز، لا ولكن خبز. ليس فيك. ولكن ده يعلمنا ويفهمنا. خلينا نسأل الأول، يعني إيه كفر؟ الكفر تغطية الإيمان، جدعة، معناه الستر والتغطية. فلما أقول كفرت المنضدة غطتها، أدي كفرت المنضدة، جاية منها كلمة كفر، خلاص كده، ومنها كفر التغطية بتاعت الكرة. صح كده؟ طيب، وللذين كفروا، الكفر نوعين، كفر نعمة وكفر عقيدة. أيوة، ركزي بقى معايا كويس قوي. كفر نعمة وكفر عقيدة. إيه؟ عقيدة. طيب، عندنا واحد ما بيصليش. صلي يا عمنا، قال لك ما بصليش. ليه يا سيدي؟ الصلاه تقيله عليا، ما بقدرش. يعني انت يا ابني مؤمن ان في صلاه في الاسلام؟ يا شيخ، حد ينكر الصلاه؟ طيب يا بنتي تحجبي، لا والله انا مش هتحجب دلوقتي. يا بنتي انت مؤمنه ان الحجاب فرض في الاسلام؟ تقدري تحكمي على دول بانهم كفروا، اي خرجوا من الاسلام؟ الجواب لا. انما كفروا بنعمه معينه اللي هي نعمة الصلاة، واصلة كده بنعمة الحجاب، يبقى اسمه كفر الايه؟ النعمة، مش كفر العقيدة. خدي بالك الفرق بينهم زي الفرق بين السماء والأرض. لأن كفر النعمة هذا ما زال مسلما، ده لسه مسلم. لا تقدر تستبيح دمه، ولا تقدر تستبيح ماله، ولا تقدر تستبيح عرضه. طيب نروح للمصيبة، المصيبة في كفر العقيدة. وعايز أقول لكل المشاهدين اللي بيسمعوني، يحبوني أو يكرهوني، يتفقوا معايا أو يختلفوا معايا، إحنا ما عندناش حد في الدنيا ولا في الكون كله، كائنا من كان، أيا كانت رتبته العلمية وأيا كانت وظيفته، يستطيع إن هو يحكم على واحد بإنه كافر كفرا عقائديا بواحا. ما أقدرش أنا أحكم على الفعل، ما أحكمش على الشخص. تربينا في الأزهر ان احنا بنحكم على الايه؟ على الفعل. خلاص كده، علشان كده لو تفتكري، يعني اقدر اقول ده فعل كفر وده فعل ايمان؟ بس ده فعل كفر، لكن احكم لي على فلان انه كافر، يقول لك ما اقدرش. ليه بقى؟ علشان فلان ده انا ما اعرفش ايه خلفيته لما فعل الفعل ده. هل عنده شبهه؟ ها، ما زلتلوش انا الشبهه؟ هل عنده قضيه مش قادر اجاوبه على سؤال فيها، فده اللي درأه او هو ده اللي خلاه وصل للامر ده؟ لكن انا ما اقدرش. علشان كده، ودي نقطه الخلاف مع كل الناس اللي مش فاهمه دين، ان احنا يا جماعه ما اقدرش. خدوا بالكم، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا في سيدنا اسامه بن زيد. سيدنا اسامه بن زيد راح يقاتل، فهو بيقاتل رفع السيف على واحد فقال له اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله. سيدنا اسامه قال بس، قالها ليه؟ علشان السيف فوق رقبته، قام طار رقبته. فلما راح حكى للنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعدما قال لا اله الا الله
يا أسامة؟ أقتلته بعدما قال يا رسول الله؟ ما قالها خوفا من وطأة السيف، قال هلا شققت عن قلبي؟ ومن هنا أمرت أن أعامل الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ده ربنا بيقول للنبي والصحابة، اوعوا واحد معدي عليكم وقال لكم السلام عليكم بتتهموا في إيمانه علشان تاخدوا من وراه السلب أو تاخدوا المال اللي هو في حالة الحرب. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم هنا بيتكلم على النوعين. ولو لاحظتي ان جت كلمة الكفر بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن التأمل، فقد ينكر الإنسان التأمل أو يترك التأمل فيكفر بنعمة التأمل، مش كده ولا إيه؟ وقد يذهب الإنسان إلى الدجال أو الساحر، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر من يذهب إلى الدجال أو الساحر. إن صدق بمثابة الوصول إلى الدجال أو الساحر ذهب نصف دينك، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فعلشان كده ربنا قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. لأي كافر من هذه الأنواع. لكن السؤال، هل كلهم بدرجة واحدة من العذاب؟ الجواب لا. ليه؟ لأن في ناس هيكون العذاب إنها تطوف حول جهنم، وفي ناس العذاب إنها تخش جهنم وتطلع، وفي ناس تخش جهنم تقعد ساعة، وفي ناس تخش جهنم تقعد يوم، وفي ناس تقعد نصف يوم، وفي ناس هتبقى خالدين فيها أبدا كما حكى القرآن الكريم. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. يبقى بيتكلم هنا على ايه؟ بيتكلم على النوعين، لكنه جعل كفر العقيدة هو الاصل. جعل كفر العقيدة هو الايه؟ يعني هنا قصده كفر العقيدة، كفر العقيدة، الكفر ربنا سبحانه وتعالى، واللي هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. وعايزين نفرق يا جماعة، الله يستركم، بين الكفر وبين الشرك. خدوا بالكم. ايه ده؟ ما هو في فرق بين الكفر والشرك، خلي بالك. ما هو حضرتك من حلف بغير الله فقد أشرك، مش فقد كفر. مين الأعظم والأكبر؟ الشرك. الكفر مش الشرك؟ لا، الكفر. ربنا بيغفر كل شيء إلا الشرك بالله. ما هو الشرك هنا بمعنى الكفر، الشرك هنا بمعنى الكفر. لخبطتني، انا فاكره ان الشرك التوحيد ده اعظم حاجه في الدنيا. شوفي يا ستي دعاء التوحيد دي نمره واحد. صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. القران الكريم حمل اوجه. صح. يعني ايه حمل اوجه؟ يعني في الفاظ في القران الكريم احنا نفهمها غلط على غير مرادها. والدليل لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة شق ذلك عليهم وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له من مننا اللي ما بيظلمش نفسه؟ أنت بتقول زي ما قال القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك هو، مش المقصود اللي أنتوا فهمتوه، إنما المقصود إيه؟ المقصود إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المقصود بالظلم هنا إيه؟ الشرك. وصل حضرتك؟ طيب لما النبي يقول من حلف بغير الله فقد أشرك مثلا، وإحنا سمعنا واحد حلف بالمصحف نقول له أنت كده أشركت، وبالتالي تصبح حلال الدم، حلال العرض، زوجتك محرمة عليك، أنت كده خرجته للكفر. خدوا بالكم، يبقى لازم نفرق يا جماعة بين الشرك وبين الكفر. طيب ونفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. خلي بالك. طيب ومش أي حد نرميه بالشرك، مش أي حد يرمى بالشرك. خدوا بالكم من النقطة دي كويس قوي. النهاردة واحد مثلا بيحلف بالمصحف أو بيحلف بالكعبة، هل له مستند؟ الكلام ده جائز؟ جائز. يعني مش ما أشركش إن هو حلف بالكعبة أو بالمصحف، لا ما أشركش، إنما الأفضلية أن يكون القسم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. طيب ده يعلمنا ايه؟ ده يعلمنا ان احنا لما نيجي نتعرض للفظ في القرآن او لفظ في الحديث نفهم هل اللفظ ده يفيد العموم؟ لا، هل يفيد الشمول؟ هو الشرك ان هو لا يؤمن بوجود ربنا، لا يؤمن. يبقى الشرك انت بتتكلمي عن الشرك الاكبر. اللي هو يساوي الكفر. شرك اصغر؟ طبعا في الشرك الاصغر. احنا لسه بنقول ومن حلف بغير الله فقد اشرك.
ايوه بس يعني يحلف مش بالكعبه او بكده، ما احنا عارفين ان احنا بنحلف بحاجه لا حضرتك، ربنا لا سبحانه صلي على وتعالى الحبيب، يجل لها، يعني صلي على الحبيب. عليه الصلاه والسلام. لا انت عندك، ده انت اللي علمتنا كده طيب فضيله لا الشيخ انا علمتك لما شيء، بقول لك الناس تقول لي سيب اللي انا، سيب اللي انا علمته لك. انا بكلمك على قطاع كثير من الناس. انا والله اقسم لك بالله على باب عمارتنا معايا كده، وبشتري حاجه من السوبر ماركت، وبعدين حصل حاجه مع الراجل في السوبر ماركت، فبقول له يا اخي عشان خاطر النبي سيبه معايا. وعدى الموضوع لقيت واحد قاعد قال يا شيخ قول لا اله الا الله. قلت له ماشي ليه؟ قال انت اشركت. قلت له يعني اشركت يعني ايه؟ انا الواد ما بقاش ابني يعني اشركت ايه؟ الله يهديك، هو لا اله ما الا انا الله بقول لك بس اهو. الشرك هنا، انت فاهم يعني ايه الشرك؟ ايوه يا شيخ انت كده خرجت من الملة. قلت له مله ايه يا ابني الله يهديك، انت شغال ايه؟ اه والله. قال لي سباك. قلت له الله يسترك خليك في الكوع بتاعك، الله يسترك. وزعلان قوي ان انا عشان بقول له بتقول خليك وحياة في الكوع النبي. بتاعك. اه طبعا. فهنا المشكله ان الناس بتاخد الامر بقى رؤوس الاباء كرؤوس الامهات كالكعبه كالمصحف، يقول لك كل واحد اللي يقولوا رحمه ابويا زي اللي يقولوا المصحف، الاثنين مشركين. طب وافرض واحدة قالت ورحمة أبويا، ما هو احنا هنرجع إيه نقول ايه؟ الحرام في خدي كده؟ بالك بقى، هنرجع نقول ايه؟ الحقيقه والمجاز. آه الحقيقه والايه؟ والمجاز. هفكرك هل هي بتشرك بربنا؟ طب يعني لغو لغو طب خلينا كلام. نفتكر كده اول قعده جمعت بيني وبين الاستاذه دعاء فاروق، وكانت في احدى الاماكن، أيوه ويعني الاستاذه دعاء انا مش عارف اشتغل معاها ازاي وتشتغل معايا ازاي، مش عارفين بقى. فكان اول خبطه خبطتها لي الاستاذه دعاء، هنتكلم في ايه؟ فقلت لها هنتكلم احنا واقفين في البرنامج عند السيده نفيسه رضوان الله عليها وارضاها. فاول خبطه خبطتها لي الاستاذه دعاء قالت لي انا مش مقتنع ان انا اروح هناك وابوس واتمسح واعمل واسوي، وقامت خبطاني خبطه كده. فقلت لها تعالي بس انت تقتنعي ما تقتنعيش دي قضيتك، انما احنا نبص للناس دي. الناس دي هل الناس دي يا ست دعاء اشركت؟ هل لا الناس دي كفرت؟ ما كفرتش، بس بس عملت أعمال شرك. كويس، هل ده الاعمال أعمال شرك نسال ولا بقى أعمال السؤال، إيه؟ أنا نسال مش السؤال فاهمة. بقى. هنا بقى هنا نقطه مهمه جدا، لما تيجي تروحي للراجل اللي واقف عند المقام ده ايا كان المقام وتقول له انت بتطلب من مين، هيقول لك من مين؟ هو بيقول لها يا ست مش عارفة انا إيه، بسال خدي سؤال. بإيدي لما اعملي لي تساليه مدد يا لما تساليه مدد يا لما تساليه من النافع والضار، هيقول لك مين؟ ربنا سبحانه الله سبحانه وتعالى. وتعالى. امال ايه مهمه صاحب المقام؟ يقول لك مهمه صاحب المقام انا بسوق حد على ربنا ليه قدر عند ربنا علشان يشفع لي عند ربنا. لكن انا اعلم، انا بقول لك لانني يعني شرفت بالعمل في تلك المساجد، فكنت دائما اتساءل اسال الناس واتساءل مع الناس، هو صاحب المقام يملكش؟ يقول لك لا لا يملك. لكن انا عارف ان انا ماليش حاجه او ليش وش حضرتك عند برضو ربنا عارف، سبحانه وتعالى. حضرتك عارف ان هما بيطلبوا من صحاب ما انا بقول البيوت لك الطلب على مباشرة، الطلب على سبيل المجاز، ما احنا قلنا هو بقى بيطلبوا منها علشان، لا مباشرة. معلش احنا بنقول هنا الطلب على سبيل المجاز، فعلشان كده نقول اللي زي دول يعلموا ولا يكفروا ولا يشركوا. ايوه يعني ده صح ولا ما غلط؟ احنا قلنا هو الطلب يكون من الله سبحانه ايوه وتعالى، يعني هي ما ولا تطلبش من ربنا، ما الطلب تعملش كده في كويس. بيتها، هي لازم تروح المكان وتمسك الحديد وتطلب طيب وتقول لها سايقه عليك النبي يا سيده توديني وتعمليني طيب وتجيبيني. طيب هو ده من بتقول خدي كده. بالك هو ده من باب الحب وليس من باب غيره، يعني هو ده باب اسمه باب الايه؟ الحب. باب الحب. طيب ده له علاقه بالشرك ولا ملوش ما علاقه؟ هو ده المشكلة بقى، آفة الناس لما تيجي واحد مش فاهم من الطلبة الصغيرين، لما يجي يبصوا يقول لك ده أشرك، ده كفر، ده خرج من الملة. لا احنا بنقول له ده مثل هذا يعلم، مثل هذا يفهم. ليه يا حبيبي؟ لانك لما تيجي تساله من ينفعك ومن يضرك هيقول لك مين؟ ربنا الله سبحانه سبحانه وتعالى. وتعالى. امال انت بتطلب من صاحب المقام ليه؟ يقول لك يا ابني انا ماليش حاجه عند ربنا اطلبها، او ماليش وش اقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى الا صاحب المقام. والدليل على ذلك ان هم كان هؤلاء الناس البسطاء، والله غايه في البساطه، ان هي كانت لما تشوف امام من احد ائمه هذه المساجد كانت تقبل يده ورجله، راجل او يعني الراجل او ده الست يبوس يده ورجله. ليه؟ تحسبا. شوفي بقى عنده اعتقاد ان هذا ما دام يؤم هذا المسجد يبقى له من البركه وله من الولايه وله من السبق عند الله سبحانه وتعالى ما لغيره. طبعا الكلام ده غير صحيح، وقد تكون هي افضل من الاف من الائمه الذين خدموا في هذه المساجد وشرفوا بامامتها. لكن انا عايز اوصل نقطه ان احنا ما نوسعش الباب ولا نفتحش الباب في
تشريك الناس ولا في تكفير الناس، إنما لابد وأن نفهم الناس وأن نعلم الناس الصحيح بدلا من الأمور المحتملة. طب معايا أسامة على التليفون بقاله فترة. رضي الله عن أسامة. أيوة أهلا بحضرتك، تفضل. السلام عليكم. أهلا يا حاج أسامة، إزاي حضرتك؟ تفضل. الحمد لله يا بنتي، ربنا يكرمك يا رب. بنيه. أنا عندي 74 سنة. الله يديك العمر والصحة يا رب. وبصلي وبصوم وبقرأ القرآن وكل حاجة ماشي في شرع ربنا الحمد لله. ما شاء الله. ومريض بقالي 8 سنين، جات لي جلطة وقفت رجلي وقفت إيدي اليمين وقاعد على كرسي طبي. سؤالي يعني أنا مكسوف أقوله بس أنا مضطر إن أنا أقوله. اتفضل. إن مراتي ما بترضاش تتعامل معايا يعني زي ما تقولي إيه حق الشرعي. أنت فاهم كلامي؟ نعم. ما تدينيش حق الشرعي 8 سنين. طيب يا عم الحاج أسامة لو سمحت. دكتور قال لها قبل كده لما بيكشف عليا لازم يعمل كذا وكذا وكذا. فكده فانا بقول لها فانا عايز اعرف الاجابه هل انا طيب غلطان؟ بس يا حاج أسامة انا اسالك سؤال. سامعني؟ هي ليه بتمتنع؟ ايه؟ ليه بتمتنع؟ هي عندها كم سنه؟ هي ليه بتمتنع؟ مش سامع يا دكتور. ليه رافضه؟ على اساس ان هي عندها مرض في القلب، عندها مرض في القلب او مركبه دعامه. طيب بتتكلم هي على اساس ان هي كده ما تقدرش. عندها كم سنه؟ عندها 64 سنه وانا عندي 74. ربنا يديك العمر والصحه. ربنا يكرمك يا رب. جزاكم الله خيرا واسمعني بالتليفون. الحاج اسامه طبعا الست دعاء ما تنتظروش منها كلام خالص، انما خلينا انا اتكلم واقول ان الحاج اسامه لا يلام في طلبه، ولكن نقطه يا حاج اسامه لابد وان تسمعني. المراه بلغ بها الكبر عتيه، وعلميا ان المراه زي ما كانوا يقولون تعجز قبل الراجل. الامر الثالث هي مريضه اصابها المرض واقعدها المرض، فلا تلام في ذلك يا حاج أسامة ومعلهاش عتاب. وأنا لما سألتك ليه علشان أقول لكل راجل سمعني دلوقتي وشايفني على الشاشة إن واخدين الدين سطوة على رقاب النساء، إذا امتنعت المرأة عن حق الرجل يقول لك باتت تلعنها الملائكة. ليه؟ أنا بسأل امتنعت ليه؟ طب هل امتنعت لعذر كمرض؟ هل امتنعت خوفا على زوجها؟ ممكن تكون هي سليمة ولكن خايفة على الراجل اللي بلغ من الكبر عتيا وعنده 74 سنة وعنده جلطة وبالطبع ان هو بياخد يعني أدوية كثيرة، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. معايا كده؟ يبقى لا تلعنها الملائكة إن كان ذلك لعذر كمرض أو لخوف على زوجها أو من باب التأديب، خلاص كده، أو من باب الدلال. لكن يا حاج أسامة هي لا تلام في ذلك، وإن كنت أنت أيضا لا تلام في ذلك، ولكن ما أقدرش أقول لك اتجوز لأن أنا مش قادر أقول لك دلوقتي هتتجوز مين اللي سامحني أتتحملك بهذه الظروف، ولكن أسأل الله العلي القدير أن يصرف عنك ما أنت فيه وأن يشفيك شفاء لا يغادر سقما وأن يصلح لك زوجتك كما أصلح زوجة سيدنا زكريا. آمين. معايا غادة؟ أيوة. أهلا يا غادة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت عايز أسأل الشيخ بس على حاجة. تفضلي يا ستي غادة. أنا يا شيخ دايما في مشاكل بيني وما بين زوجي. أيوة. فدايما بيشك فيها ان انا يعني بكون او ان انا بكلم حد يروح يتضح لي. متجوزين بقالكم قد ايه؟ متجوزين بقالكم قد ايه؟ متجوزين بقالكم كام سنه وليه بيشك؟ 3 سنين. وليه بيشك؟ الشك ده من امتى؟ هو دايما كده يعني من اول اسبوع من اول شهر؟ من اول شهر حصلت مشكله ما بيننا. معاكي عيال؟ معايا طفلين. معاكي طفلين؟ ابوك عايش؟ امك عايشه؟ ايوه. على البيت واتطلقي؟ ايه؟ على البيت واتطلقي، على بابا واتطلقي. تمام ماشي. بس. ماشي ماشي، ثانية واحدة، ايه ده؟ يعني بيشك ازاي؟
على البيت وتطلقي على طول كده؟ اي شوفي من غير ما نزعل، العلاقات المسمومة لا حل لها إلا قطعها. وبقول لك الحياة الزوجية تبنى على إيه؟ على الثقة والحب والمودة والسكن والاحترام. ودايما زي ما علمنا أبويا الله يديله العمر والصح، مفيش راجل يقدر يراقب ست. فإذا ما كانش عنده الثقة الكاملة فيها خلاص، يبقى يولي دبره منها. خلاص كل واحد لحاله. طيب رجل ابتلي بالشك، فخلي بالك انا ما بقولش الغيره، الشك انا دايما اقول الغيره دليل الايمان، بيتهمها بالخيانه على طول من اول اسبوع. انما الشك انت بتكلمي مين؟ ده راجل، طب اطلبي لي الرقم، طب مين اللي على الماسنجر؟ هذا الرجل انقلبت غيرته الى مرض. المرض ده نسال الله السلامه ممكن يصل به الحال الى الظلم والظلم البين، ان هو يلفق لها تهمه تخرجها سيئه السمعه حتى ينتصر لنفسه. طب والعكس لو والعكس حصل؟ نفس الامر على فكره، والعكس نفس الامر. انا ضد ما انا بقول لك تطلق. انا ضد ان المراه او الرجل كلاهما يشك في الاخر. يا استاذه دعاء، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم معنى الايات ان هذه المراه وان هذا الرجل لم يرى احد منهما ما راى الاخر، لابوك ولما كشف منك اللي هي شافته. مش كده ولا ايه؟ وطول عمرنا نتعلم ان الراجل والست زي القبر وافعاله، مش كده ولا ايه؟ يعني ايه زي القبر وافعاله؟ كنايه عن الكتمان والستر، مش كده؟ يعني واحد اي واحده دلوقتي جوزها يقول لها مين ولا لا او ليه، لا تقول له لا أنا او خليك لا 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 لا, لا. طيب. انا بفرق بين الغيره وبين السؤال المحمود. أيوة. وبين الشك. لا مش سؤال محمود، قصدي بالطريقه دي. لا ما هو حضرتك ليه؟ انا من حقي معلش. طب ما انا بقول ليه؟ اما بيجي تليفون الساعه 2 بالليل، التليفون الساعه 2 بالليل، لكن زوجتي بتقطع عني الشك والغيره، اتفضل رد. خد يا ابني رد. صح كده؟ طيب حينما اجد انا لا قدر الله الزوجه تروح بقى البلكونه وتتكلم وارجع وتبدا تقول لاختي لا بعد شويه دي بنت عمي ده، الا هذا يثير الشك؟ طيب مش هتدينا دقيقتين نقرا الايات؟ ده داغر بقى حبيبي يا سيدي داغر، رضي الله عن سيدي داغر، عمال يوقف عمال من الصبح يقول لي خلصت. هو بيقول لي كنت بالايات. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. صدق الله العظيم. نورتني يا فضيلة الشيخ. نطلع فاصل.
أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. آيات رائعة من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا ومرحبا. يعني طبعا سورة الواقعة ارتبطت في أذهان الناس بالرزق وما إلى ذلك، لكن هذه الآيات الكريمة كيف ارتبطت بالصدقات وأعمال الخير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آيات مباشرة لأننا نتحدث عن سورة الواقعة أنها تخص الأرزاق، وإذا قرأها أحد في بيته لا يصاب أهل هذا البيت بالفقر أبدا. إذن مقومات الرزق موجودة في هذه السورة. لذلك الحق تبارك وتعالى في هذه الآيات من أواخر السورة ربنا بينبه الناس: يا أصحاب الأرزاق الذين منحتم هذا الرزق الوفير، هيا وأسرعوا وأخرجوا من تلك الأرزاق وتلك الأشياء التي أكرمتكم بها، أسرعوا قبل أن تصلوا أرواحكم إلى الحلقوم حيث لا توبة ولا وقت لتقول فيه هيا لنتصدق، هيا لنتزكى، هيا لكذا وكذا وكذا. الله تبارك وتعالى يتحدى العباد، يقول لهم: فلولا إذا بلغت الحلقوم، جاءت لحظات وسكرات الموت، أين أنتم يا أصحاب القدرات الخاصة؟ يا أصحاب القدرات الخارقة، هل يستطيع منكم من يعيد تلك الروح إلى أصلها وإلى جسدها ويمنح وقتا وعمرا لصاحبها حتى ينفق ويتصدق؟ أنفقوا قبل ألا تنفقوا، تصدقوا قبل ألا تصدقوا. إشارات وعلامات كل يوم إحنا بنشوفها. لما بنروح نشوف واحد عند سكرات الموت، ساعتها بيقول في لحظة: أنا مش قادر إن أنا أتكلم ولا أقول للناس يلا سدوا ما عليا من ديون، خرجوا. ليه؟ لأن هو داخل في مرحلة لن يعود منها. لأنه بعد كده لما بيصل إلى مرحلة الوفاة وأن يدخل إلى قبره يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يا رب رجعني بس أتصدق، كان معايا شوية فلوس حاططهم في البيت عايز أتصدق. عايز أقول يا جماعة إن هناك نوعين ربنا جعلهم في هذه السورة: السابقون السابقون وأصحاب اليمين. وقال أن السابقون السابقون هؤلاء لمجرد ما الملائكة بتستلم الروح خدوا الأوامر خلاص يلا علشان حناخد الروح وتغادر الجسد، فتقول الملائكة مجتمعة حول هذا الجسد: يا أصحاب الروح يا صاحب الروح الطيبة، يا صاحب الروح السكينة، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. هذه هي أصحاب اليمين، هؤلاء هم السابقون السابقون. لماذا لا نكون من السابقين في الخيرات؟ لماذا لا نكون من أصحاب الأفعال الطيبات اللي تقربنا إلى الله؟ توجد رسول الله عند خروج الأرواح، يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صاحب هذا الجسد كان يكثر الصلاة على النبي يوم في دنياه. هذا الرجل كان كثير من التصدق يفعل، يقوم بكل الخيرات. ففي هذه اللحظات الملائكة حينما تخرج تلك الروح تخرجها سلسة طيبة عطرة، هم وأصحاب اليمين اللي هم يدوب ادوا بقدراتهم. ربنا مش عايزنا نقدم كل اللي معانا، لكن اتقوا الله ما استطعتم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. كل الخير دوت انت بس ربنا عايز منك جزء له سبحانه وتعالى. كفانا الله وإياكم شر المال إذا جاء وكثر ولم يخرج إلى الله تبارك وتعالى. وهناك مصارف لخروج هذه الأموال سواء عن طريق الزكاة أو الصدقات. خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع نعلق عليه.
الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. النفقة اللي بتنفقها في سبيل الله، اللي بتسعد بها واحد من خلق الله سبحانه وتعالى، تعود عليك بالنفع في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. النهاردة إحنا في محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد في مركز أبو صوير، في قرية من قرى أبو صوير. وعندنا زي ما أنتم شايفين من خلف محطة تحلية المياه رقم 10 التابعة لجمعية البر والتقوى. وقلت قبل كده: ليس من رأى كمن سمع. تعالى وشوف بعينيك، وشوف أسماء الناس اللي تبرعوا لهذه المحطة. الأسماء مكتوبة على محطة تحلية المياه الموجودة في هذه القرية. ربنا بيدعونا للنفقة: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، لكن الناس بيختلفوا عند الأمر بالنفقة، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شارك في هذه المحطة وغيرها من المحطات لتحلية المياه، ليرويك الله جل وعلا يوم العطش الأكبر، ليرويك الله جل وعلا يوم الظمأ، وتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يجري أجرهن للعبد وهو في قبره. مش الصدقة الجارية عمل بسيط فقط، ده النبي عد سبعة أشياء: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. محطات التحلية اللي احنا شايفينها وبنزورها ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو حفر بئرا. أسعد الناس من أسعد الناس. من أسمى معاني الوفاء إنه حد يكون يتوفى ويواريه التراب، وولاده يفتكروه، يطلعوا فلوس ويفضلوا يعني أوفياء لوالدهم أو لوالدتهم أو كده، ويفضلوا عايزين يعني بعد ما مشوا تفضل صدقات جارية طول الوقت في ميزان حسناتهم. نعم، عايزين نقول إن الملائكة دائما تحزن وتبكي لفراق العبد الصالح، لأن هناك موضعين دائما الملائكة تحزن: موضع صلاة هذا الرجل اللي دايما كان يتعبد فيه، يفضل يبكي على صاحب المكان، كما بكى الجزع حينما فارق المصطفى صلى الله عليه وسلم. المكان الثاني هو مكان صعود الصدقات من الأرض إلى السماء، ده يحزن لأن صاحب المكان أو صاحب هذه الصدقات توفاه الله، ولكن صالح موصول، الولد الصالح موصول، الفضل والخير موصول إلى يوم القيامة. هو في قبره سبحان الله، ولكن أعماله متواصلة يستفيد منها الناس إلى يوم القيامة. العداد شغال ولا ينقطع، الناس معتقدين إنه هو في قبره في ظلام وفي تراب وفي كذا وكذا، ولكن لا يعلمون كيف يحيي الأرض فوقه بالماء والشراب والطعام والكساء والخير، والله تبارك وتعالى يعرضه في قبره إلى غيابات وإلى كذا وكذا من الأشياء التي ترعب هذا الميت. لا والله، قدم الخير تجد الخير، لأن صاحب الخير يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لذلك محطات المياه من أهم وأسرع الطرق أو الوسائل الوصول لتعمير الأرض وازدياد الرقعة الخضراء وسقاية الناس والاعتناء بصحتهم، لأن أنا بجيب مية وبكررها، وبعد التكرار أو تكريرها دعم عملية تحلية ليها من فضل ربنا سبحانه وتعالى، بتمر بحوالي 4-5 مراحل علشان
اللي يشرب يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول فعلا صحة وعافية لهذه المياه من فضل ربنا. والأم والأب موجودين على وش الدنيا، الطبطبة وبوس الإيد والاعتناء بيهم وتقديم الرعاية، كل ده ممكن نقدر نعمله لما يتوفاهم الله. أعتقد أنه الصدقات دي بمثابة الطبطبة عليهم في قبورهم. بالضبط. وسبب تاني، الدنيا بتاخد الإنسان عن أنه هو كان الأول بيروح كل يومين يزور والدته ويتصل عليها، دلوقتي ما عادش في التواصل بينه ووالدته. طيب ما نعمل بالضبط كده؟ فبعد ما توفت الوالدة ده دلوقتي بتتعمل والأم حية عايشة مع الأسف، ولكن عايز أقول لحضرتك الأبناء البررة بيعملوا إيه؟ بيقول أنا دلوقتي بيت الأم اللي أنا كنت بروحه مش موجود، طب أنا عايز أعمل إيه؟ عايز حاجة تفكرني دايما بأمي، أو دايما يبقى فيه وصال بيني وبين أمي. فتجدي من فضل ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرى في المنام أمه وهي مبسوطة ومسرورة لهذا الخير اللي ربنا أكرمه بيه من فضل أكرمه بيه وعمله ليها من فضل ربنا سبحانه وتعالى. اعمل وصال بينك وبين الوالد والوالدة والأحباب والأعزاء وهم عايشين، وهم بعد ما انتقلوا من فضل ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ بإن أنت تعمل لهم خير، احفر لهم بير، اعمل لهم مساهمة في محطة تحلية، استر الناس يوم ربنا يستر من تحت الأرض، استر من فوق الأرض يستر الله من تحت الأرض. وبعدين عايز أقول لحضرتك حاجة، اعمل ده قدام ولادك قدام حواليك علشان يعني الأعمار بيد الله. حينما تنتقل تجد الهدايا تأتيك كما تؤتى الهدايا لأبيك وأمك في قبورهم، تجد من يؤتيك بهدايا من أبنائك وأحبابك. لأن من فعل الخير يفعل به الخير من فضل ربي سبحانه وتعالى. المية كمان هي الحياة، وهي اللي بتضمن أن الخير يفضل موصول في الأراضي الزراعية. نعم. أنه تعمير الأرض وأنها تشوفها قدامها تتحول من صحراء قاحلة إلى أرض خضراء يأكل منها الناس ويأكل منها الطير ويأكل منها كل من على الأرض ويستفيد بيها الناس حتى اللي بتشتغل فيها. فكرة أنه تفكير حلو قوي، فكرة أنه جمعية خيرية تقوم بعمل مزرعة، يعني النماء، فكرة النماء دي فكرة رائعة. خلونا نروح نشوف تقرير عن مزرعة البر والطاقة المصرية ونرجع نكمل حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس غرسا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر الله له. من أعظم الأعمال اللي تقربك لذي الجلال المساهمة في مزارع الفاكهة، عمل عظيم يبقى لك ولأولادك في حياتك وبعد مماتك. روى الإمام مسلم في صحيحه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. دي الصدقة الجارية يا جماعة. احنا دايما بنتكلم عن جمعية البر والتقوى وإحنا في الاستوديو عن مزارعها ومزارع الفاكهة اللي فيها. أنا الآن وسط هذه المزارع، مزرعة عظيمة مشرفة، مزرعة الفاكهة لجمعية البر والتقوى. أجمل حاجة في حياتك إن الإنسان يا جماعة يموت ولا تموت حسناته، من هنا يعيش أجيالاً وأجيالاً. شارك وبادر مع جمعية البر والتقوى في مزارعها العظيمة اللي أنا واقف في وسطيها، واجعلها صدقة جارية لك ولأولادك في حياتك وبعد مماتك. تقبل الله منا ومنكم. يا
إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. سبحان الله. إنه سبحانه وتعالى والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام وصونا بيعني الآخر لحظة في الدنيا. نعم. إن إحنا نفضل نزرع. نعم. غراس الأرض، غراس في القبر، غراس في الجنة يوم القيامة. سند الواحد يقف يقول أنا عندي أولاد وبنات واقفين سند معايا في الدنيا وفي ظهري وشركاتي والحاجات دي كلها، وكل ده سند ليك في الدنيا. طب ما سندك عند الله يوم القيامة؟ العمل الصالح، هو ده العماد أو العمود القوي الثابت الذي يظل معك في قبرك حتى تلقى الله تبارك وتعالى، وكأنه ملائكة تقف خلفك وأنت تقف أمام النبي وأنت أمام الرب العلي، كلهم يرفعون الرايات الخضراء لأنك عمرت الأرض بالخضار، فيعمر الله لك حياتك ويأخذك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفردوس الأعلى. إحنا في هذه الأيام يمكن بكرة أو بعد بنحتفل بليلة الإسراء والمعراج، كل عام أنتم بخير، الأمة الإسلامية كلها في مشارق الأرض ومغاربها. عايز أقول كل عام أنتم بخير، كل عام وأنتم محمديون، كل عام وأنتم للخير فاعلون، كل لحظات تمر بكم وأنتم للصدقات والزكوات دافعون. اعلموا أن في هذه الأيام أيام برودة وشدة، أيام يعني الناس فيها محتاجة للطعام، محتاجة للشراب، فهيا يا من تحبون النبي وتحبون الرب العلي، هيا نحتفل بليلة الإسراء والمعراج من فضل ربي سبحانه وتعالى، والله عنا راض، ترتفع الأعمال الصالحات والصدقات في هذه الليالي، يفخر بنا ويفرح بنا حبيب قلوبنا. ونكون بالفعل احنا احتفلنا بليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب. أنا شايفة بطاطا وشايفة في طماطم وفي بصل، الحاجات دي بتروح يعني عينية. نعم. للناس. نعم. بتتوزع مع الكراتين ولا بيحصل إيه بالظبط؟ بتتوزع على أكثر من طريق. بيجي تجار بيشتروا جزء من هذه الأطنان اللي طلعت من فضل الله، وناخد الأموال مع الأموال اللي طلعت مع الجزء الثاني، يتحط البطاطا مع بطاطس مع خضار، تتحط في أجولة من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ومعهم البصل، طعام يوضع في شوال صغير كده بجانب الشوال التاني اللي ممكن يبقى فيه الرز والسكر والزيت أو الكرتونة، بحيث أنه يدخل الطعام والشراب متكامل للبيت اللي حيتقفل عليه، اللي محدش يعرف البيت ده ورائي أو جوائي، إن كان أصحابه جوعة، إن كانوا بردانين، إن كانوا محتاجين، إحنا بس بنوصل لهم القتات بتاعهم أو الطعام بتاعهم وغذائهم ودفاهم وأمنهم، وبنقفل عليهم الباب تاني ونقول لهم وقت ما تحتاجون اطلبونا ستجدون من فضل الله. ليه؟ لأن أهل الخيرات وفعل الخيرات في أمة النبي سيد البريات نازالوا موجودين ولن ينتهوا إلى يوم القيامة يا رب. الناس عشان تقدر تشترك في جمعية البر والتقوى في هذه المزرعة يعملوا ايه؟ بيتصل ب 19 هل بيطلب حاجة معينة ولا لا؟ بيطلب، بيقول 19 زيرو 38، عايز المندوب علشان اتقابل معاه، عايز اتبرع للمزرعة إن كان مثلا طعام للأسماك، إن كان عايز أتبرع إن أنا أعمل نخيل، عايز أتبرع بأي شيء من فضل ربنا. هل متاح يزرع يعني أي حد يزرع نخل ولا وقفته ولا شغله؟ لا، النخل ما زال موجود من فضل الله، وبننوع في كمان النوعيات البرحي والمجدول، ودي أنواع بتكون راقية من فضل ربنا سبحانه وتعالى عشان تتباع برقم كبير من فضل ربنا سبحانه وتعالى، فتدخل ربح أكتر، وهو ده الاستثمار الحقيقي. إن أنا بعمل استثمار في أسماك، بعمل استثمار في زيتون، بعمل استثمار في فاكهة اللي موجودة الوقت في الشتاء، إن كان اليوستفندي أو إذا كان البرتقال. عندنا الطماطم طبعا معلوم إن هي موجودة تقريبا طوال العام من فضل ربنا. الخير موجود وفي الأرض موجودة، محتاجة الدعم من فضل الله. يمكن هو الشيء اللي احنا بنبحث فيه دلوقتي، كان نفسنا السنة دي ان احنا نعمل مزرعة زي ما زرعنا الارض، عايزين نعمل مزرعة لحوم، ان احنا نعمل بإذن الله تقدروا تعملوا سور حوالين المزرعة بالزبط. واول ما يتعمل سور تقدروا تعملوا مزرعة اللحوم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، اشوفكم على خير في الحلقة الجاية بإذن الله.